ننتقل إلى عملية تسليح السلاب أو الفلور. الآن هذا الفيديو راح نتعرف على عملية تسليح الفلور. مثل ما تشاهده أنت عندك في الفيديو، من عملية تسليح الفلور تلاحظ الفلور يتكون عندك من 4 طبقات، بالنسبة للميجر اللي هو يكون بالأعلى والأسفل، وأيضا بالنسبة للمينر اللي هو يكون بالتوب والبوتون. فنحذف العمل السابق، الموديل السابق، وراح نرجع على الليفل 2 وناخذ فلور، واكيد انه يكون عباره عن ستراكشر فلور، وراح نبدا نرسم الباوندري. وعلى سبيل المثال تكون عندك الباوندري بهذا الشكل. اوكي، تلاحظ بالباوندري هذه الـ3 خطوط، هذه الخطوط تمثل لك اتجاه ايش؟ اتجاه الاسبان، اسبان دايركشن. فعلى سبيل المثال انه الان اصبح عندك يعني بهذا الاتجاه اللي هو الهوريزونتال، فمعنى انه التسليح الطولي او التسليح الرئيسي راح يكون عندك بهذا الاتجاه. فإذا أردت أنه تغير السبان دايركشن، تضغط على سبان دايركشن مثلا، تأخذ عندك بهذا الشكل، فأصبح عندك السبان دايركشن هو عبارة عن الفيرتيكال. هذا كل ما موجود بالنسبة لعملية الفلور. نضغط على الصح حتى ينهينا من عملية إنشاء الفلور. الآن راح نقوم بعملية تسليح الفلور، نختاره ونتجه على ستراكتر وبعد ذلك على إيريا. إلى عملية تسليح الفلور، ضغط على إيريا، نختار الإليمنت، نقول له هنا أنا أوكي. راح يطلب لك مجموعة أمور من ضمنها إيش؟ الميجر دايركشن. تلاحظ الآن هسه اتجاه الميجر دايركشن هذه السهمين، السهم اللي هو يكون يعني بنهاية السهم راح تكون عندك بهذا الشكل من الأعلى ومن الأسفل بهذا الشكل. هذا يمثل لنا إيش؟ هذا يمثل لنا الميجر دايركشن، يعني الميجر رينفورسمنت، الطبقة اللي هي تكون الميجر. أوكي، اللي هذا تلاحظها عندك أمامك توب ميجر دايركشن، راح تكون عندك بهذا الاتجاه، وبالنسبة للمينر راح تكون عندنا بهذا الاتجاه. فقبل لا نعمل الباوندري، اوكي، اللي تكون من هذه النقطة لهذه النقطة، راح نعطيه اوفست بالنسبة للفلور، وليكون على سبيل المثال 15 ملم انتر، وراح نبدي من هذه البوينت إلى هذه البوينت، هذا كل ما في الأمر، وبعد ذلك تضغط على اوكي، وترجع على الـ 3D. راح تلاحظ انه عندك التسليح ولكن غير ظاهر باعتبار ان احنا ما مسوينا سوليد. فاعمل عليه الفلتر وبعد ذلك اختار الريبار ونقول له هنا اوكي، تتجه على الفيزيبيليتي الخاصه في الفيو وتجي على 3D بالنسبه لل 3D فيو، نجعله صوت. هذا كل ما موجود بالنسبه للتسليح. طبعا تلاحظ الان في التسليح عندك مثل ما وضحناه، لو تجعل على سبيل المثال وينفر، راح تلاحظ انه هو عندك متكون عندك من الطبقتين اللي هي طبقة توب والطبقة اللي هي تكون عندك البوتوم. هسه الطبقة توب اول واحد اللي هو يمثل لك الميجر اللي هو راح يكون عندك بهذا الاتجاه، باعتبار ان احنا وضعناه بهذا الاتجاه من خلال الاسبان دايركشن. اوكي، فالان عندك 4 طبقات. لو تضغط يعني بالأعلى بهذا الشكل، تروح على اللايرز، راح تلاحظ الطبقات وخصائص الطبقات اللي هي راح يوفرها لك هذا الفلور. بالنسبة للتوب ميجر دايركشن يعني معلم عليها بالصح، اللي هي راح تكون عندك بهذا الاتجاه. البار، رقم البار أو السايز الخاص فيه، نجعله على سبيل المثال 6. الهوك، إيش معنى الهوك؟ لو تعمل زوم على، ركز معي على الميجر، هذا هو الميجر، أوكي؟ ولكن خلينا نختار كل السلاب من المنتصف ونقرب على هاي النقطة. رتجي على الميجر، راح اعمل الهوك بمقدار 90 درجة. لما تعمله بمقدار 90 درجة فراح يكون عندك ايش؟ الميجر راح ينزل للأسفل بمقدار 90 درجة. اوكي، هذا بالنسبة لعملية ايش معنى هوك، يعني الهوك اللي يوفره لك الطبقة. فانا راح نعمله نون، وبالنسبة للسبيسينج فرحنا راح نجعلها عبارة عن 350 ملم، نقول هنا أنا انتر. اوكي، طيب المينر التوب، واحنا قلنا انه هو تكون عندك من توب وبوتوم، ميجر مينر نفس الشيء، عندك الرقم، عندك الهوك ايضا، وعندك السبيسينج، ونجعل السبيسينج عبارة عن مثلا على سبيل المثال 400 ملم، نقول هنا أنا انتر. وهذا نفس الشيء يطبق على الطبقة الموجودة للأسفل، أيضا يطبق عليها نفس المسافات اللي أنت طبقتها على الطبقة اللي هي موجودة للأعلى.
إذن هذا موجود بالنسبة لعملية تسليح الفلور. شكرا للمشاهدة ونشاهدك في الفيديو القادم.